لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الطرق الثمانين، أو عن الطرق الرئيسة للرواة العشرين الذين ذكرهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا إن الإمام ابن الجزري اختار لكل راو طريقين رئيسين، ثم اختار لكل طريق من هذين الطريقين طريقان آخران، فيكون مجموع الطرق الرئيسة لكل راو أربعة طرق، فيكون مجموع الطرق الرئيسة عن الرواة العشرين ثمانون طريقا. وهذا هو ما نص عليه ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، حيث قال: وأنت ترى كتابنا هذا قد حوى ثمانين طريقا تحقيقا. فإذا الطرق الرئيسة عن الرواة العشرين هي ثمانون طريقا، وهذا معنى قوله رحمه الله في الطيبة: باثنين في اثنين وإلا أربعون. لكن السؤال: هل اكتفى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بهذه الطرق الثمانين عن الرواة العشرين؟ أقول إن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لم يكتفي بهذه الطرق الثمانين، هذه الطرق الرئيسة، وإنما نزل إلى الطرق الفرعية، يعني نزل عن هذه الطرق الثمانين وأخذ طرقا فرعية أخذت عن هذه الطرق الرئيسة. وظل الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ينزل بهذه الطرق حتى وصل إلى أصحاب الكتب. والمقصود بأصحاب الكتب الذين دونوا هذه القراءات العشر في كتبهم، كالإمام الداني رحمه الله تعالى والإمام الشاطبي وغيرهم ممن دونوا هذه القراءات التي قرأوا بها. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ظل ينزل بهذه الطرق الفرعية حتى وصل إلى أصحاب الكتب، لذلك نجد هذه الطرق الثمانين تصل في النهاية إلى قرابة الألف طريق، كما قال رحمه الله: فاحيزها ألف طريق تجمع. طيب، السؤال الآن: كيف وصلت هذه الطرق الثمانين إلى هذا العدد الكبير؟ يعني كيف تصل هذه الطرق الثمانين إلى قرابة الألف طريق؟ كيف تصل إلى هذا العدد الكبير؟ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بيّن ذلك في النشر، حيث قال: واستقرت جملة الطرق على نحو 980 طريقا بحسب تشعبها عند أصحاب الكتب. أي أن هذه الطرق الثمانين يعني تشعبت وتعددت وتفرعت حتى وصلت إلى هذا العدد الكبير من عند أصحاب الكتب، الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري رحمه الله تعالى في مبحث الأسانيد في كتاب النشر. وحتى أوضح هذه الجزئية أقول إن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر في أول كتاب النشر في مبحث الكتب ذكر 63 كتابا. هذه الكتب التي ذكرها
هي التي اعتمد عليها في كتاب النشر بصفة عامة. هذه الكتب تسمى مصادر النشر. في كل كتاب من هذه الكتب ذكر أنه قرأه وقرأ به، يعني قرأ الكتاب نفسه، قرأ نص الكتاب على شيوخه، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن بمضمن هذا الكتاب، كما نفعل نحن الآن حينما أذهب إلى شيخي وأقول أريد أن أقرأ عليك متن الشاطبية، يعني المتن نفسه، وأقرأ عليه المتن وأخذ به سندا، ثم بعد ذلك أقرأ عليه أو على غيره القرآن بمضمن الشاطبية. أقرأ أولا كتاب التيسير على الشيخ وأخذ به سندا، ثم بعد ذلك أقرأ القرآن بمضمن هذا الكتاب، إما على الشيخ نفسي وإما على شيخ آخر. فهذه الكتب 63 التي ذكرها في أول كتاب النشر، طبعا هي 57 كتابا من كتب القراءات، يعني كتب الرواية، ومنها 6 شروح للشاطبية. هذه الكتب كلها ذكر لها أو ذكر أنه قرأها وقرأ القرآن بمضمنها. طيب، بعد أن ذكر هذه الكتب كلها ذكر بعد ذلك الأسانيد والطرق التي اختارها من هذه الكتب. والكتب التي ذكرها في باب الأسانيد هي 37 كتابا فقط، يعني لم يأخذ طرقا وأسانيد من كل هذه الكتب التي ذكرها في مبحث الكتب، وإنما اعتمد على 37 كتابا فقط. هذه الكتب 37 هي التي يسميها العلماء بأصول النشر. أصول النشر أي الكتب التي ذكرها ابن الجزري واعتمد عليها في باب الأسانيد واختار منها طرقا للقراء العشرة، هذه هي أصول النشر. وهذه الكتب لابد أن نعرفها جيدا ويعني نعرف أصحابها، لأن هذه الكتب هي التي نرجع إليها بعد ذلك في تحقيق وتحرير أو وجوه الخلاف. طيب، هذه الكتب 37 أذكرها سريعا مع بيان عدد الطرق التي أخذها ابن الجزري من كل كتاب منها. كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، وأخذ منه 15 طريقا، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي أخذ منه كل ما فيه من الطرق. يعني كتاب التيسير فيه 15 طريقا، لكل راو طريقا واحدا ولشعبة طريقان، فيكون مجموع الطرق 15 طريقا من هذا الكتاب. ابن الجزري رحمه الله تعالى أخذ كل ما في هذا الكتاب من الطرق والأسانيد. أيضا كتاب الشاطبية في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله، وفيه من الطرق ما في طرق التيسير، فأخذ منه 15 طريقا. كتاب الهداية في القراءات السبع لأبي العباس المهدوي، وأخذ منه 9 طرق. والكتاب الذي جعلته باللون الأحمر يعني هذا الكتاب مفقود. كتاب الكافي في القراءات السبع لابن شريح، وأخذ منه 14 طريقا. كتاب المستنير في القراءات العشر لابن سوار، وأخذ منه 115 طريقا. كتاب الغاية في القراءات العشر لأبي بكر ابن مهران، وأخذ منه 16 طريقا. كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، يعني في القراءات الخمسين، فيه القراءات العشر متواترة فيه غير ذلك من القراءات الشاذة، وأخذ منه 134 طريقا، وهذا يعني الكتاب الوحيد الذي أخذ منه هذه الطرق. بعد ذلك كتاب التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري، وأخذ منه 19 طريقا. كتاب المبهجي في القراءات الثمان لسبط الخياط، وأخذ منه 41 طريقا. كتاب التجريد في القراءات السبع لابن الفحام، وأخذ منه 51 طريقا. كتاب الروضة في القراءات 11 لأبي علي البغدادي المالكي،
وأخذ منه 28 طريقا. كتاب الكفاية الكبرى في القراءات العشر لأبي العز القلانسي، وأخذ منه 46 طريقا. كتاب الإرشاد لأبي العز أيضا، وأخذ منه 28 طريقا. كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري، وأخذ منه 97 طريقا. كتاب الجامع في القراءات العشر لأبي الحسن الخياط، وأخذ منه 34 طريقا. كتاب غاية الاختصار في القراءات العشر لأبي العلاء الهمذاني، وأخذ منه 48 طريقا. كتاب الكفاية في القراءات الست لسبط الخياط، وأخذ منه 16 طريقا. كتاب التذكرة في القراءات الثمان لأبي الحسن طاهر بن غلبون، وأخذ منه 10 طرق. كتاب الهادي في القراءات السبع لابن سفيان، وأخذ منه 5 طرق. كتاب تلخيص العبارات لابن بليمة، وأخذ منه 30 طريقا. كتاب التبصرة في القراءات السبع لمك بن أبي طالب، وأخذ منه 6 طرق. كتاب الإعلان لأبي القاسم الصفراوي، وأخذ منه 20 طريقا. كتاب الروضة في القراءات السبع لأبي عمر الطلمنكي، وأخذ منه طريقا واحدا في رواية قالون. كتاب المجتبى لأبي القاسم الطرسوسي، وأخذ منه 12 طريقا. كتاب القاصد في القراءات السبع لأبي القاسم الخزرجي، وأخذ منه 6 طرق. كتاب الجامع المعروف بروضة الحفاظ لأبي إسماعيل المعدل، وأخذ منه 12 طريقا. كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد، وأخذ منه 6 طرق. كتاب السبعة لابن مجاهد هو أول كتاب من هذه الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري، وكتاب الإعلان الذي ذكرناه آنفا هو آخر كتاب من الكتب التي اعتمد عليها في باب الأسانيد. كتاب التذكار في القراءات العشر لأبي الفتح بن شيطة، وأخذ منه 19 طريقا. كتاب الموضح في القراءات العشر لابن خيرون، وأخذ منه 14 طريقا. كتاب المفتاح في القراءات العشر لابن خيرون أيضا، وأخذ منه 18 طريقا. كتاب العنوان في القراءات السبع لأبي الطاهر الأنصاري، وأخذ منه 9 طرق. كتاب الجامع لأبي الحسين الفارسي، وأخذ منه 7 طرق. كتاب الوجيز في القراءات السبع لأبي علي الأهوازي، وأخذ منه 3 طرق. كتاب مفردة يعقوب لابن الفحام، وأخذ منه 5 طرق. كتاب الإرشاد في القراءات السبع لأبي الطيب بن غلبون، وأخذ منه طريقين. كتاب مفردة يعقوب لأبي عمرو الداني، وأخذ منه 5 طرق. كتاب جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني أيضا، وأخذ منه 22 طريقا. هذه أيها الأحباب 37 كتابا هي الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في أخذ الطرق والأسانيد عن القراء العشرة، وهي التي نسميها بأصول النشر. كتاب مفردة يعقوب للداني، وأيضا كتاب جامع البيان، هذان الكتابان للإمام الداني لم يذكرهما ابن الجزري في باب الأسانيد، فلذلك قال بعض العلماء إنهما ليس من أصول النشر، لكن الصحيح والله أعلم أنهما من أصول النشر، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر طرقا كثيرة عن الإمام الداني ولم يعزوها إلى كتاب معين. هذه الطرق ليست في كتابه التيسير وليست في المفردات، وإنما هي في جامع البيان، يعني نفس الطرق التي ذكرها ونسبها للإمام الداني هي بذاتها بعينها في جامع البيان، لذلك اعتبرناه من أصول النشر. وأيضا لأن الإمام ابن الجزري كثيرا في النشر، يعني لا تكاد تمر مسألة من المسائل إلا ويذكر فيها مذهب الإمام أبي عمرو الداني ويأخذ بقوله.
فلذلك نعتبر هذين الكتابين من أصول النشر. طيب الآن يعني من باب الفائدة أذكر بعض الفوائد والتنبيهات التي تتعلق بهذه الكتب. الفائدة الأولى أقول إن بعض هذه الكتب لا يزال مفقودا إلى الآن، بعض هذه الكتب التي ذكرناها آنفا بعضها لا يزال مفقودا إلى الآن، وهي ثمانية كتب، وهي كتاب الهداية لأبي العباس المهدوي، كتابي ابن خيرون الموضح والمفتاح، كتاب المجتبى لأبي القاسم الطرسوسي، كتاب كفاية الست لسبت الخياط، كتاب التذكار لأبي الفتح ابن شيطة، هذه الكتب أيضا كتاب الروضة لأبي عمر الطلمنكي، هذه الكتب مفقودة إلى الآن. الفائدة الثانية بعض أصحاب هذه الكتب قرأ على بعض، بعض أصحاب هذه الكتب قرأ على بعض، فالإمام الداني رحمه الله تعالى قرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب التذكرة، وأبو الحسن ابن غلبون صاحب التذكرة قرأ على أبيه أبي الطيب صاحب الإرشاد، كذلك أبو الطاهر الأنصاري صاحب العنوان قرأ على أبي القاسم الطرسوسي صاحب المجتبى، كذلك ابن الفحام صاحب التجريد قرأ على الفارسي صاحب الجامع، وقرأ على المالكي صاحب الروضة، وأيضا ابن شريح صاحب الكافي قرأ على أبي علي المالكي صاحب الروضة، فبعض أصحاب الكتب قرأ على بعض، هذا أمر يعني في غاية الأهمية، لا سيما إذا كان هناك كتاب مفقود، إما كتاب الشيخ أو كتاب التلميذ، فنستطيع أن نعرف مذهب صاحب الكتاب المفقود من كتاب تلميذه أو شيخه. يعني مثلا أبو القاسم الطرسوسي صاحب المجتبى كتابه مفقود، من أين نعرف مذهبه في أوجه الخلاف؟ نعرفها من خلال كتاب تلميذه الذي قرأ عليه، وهو أبو الطاهر الأنصاري صاحب العنوان، لأن أبو الطاهر الأنصاري صاحب العنوان لم يذكر في كتابه إلا ما قرأ به على شيخه أبو القاسم الطرسوسي، فهو يعني يحل لنا إشكالات كثيرة ويبين لنا مذهبه في كثير من مسائل الخلاف إلى آخره. الفائدة الثالثة، هل أخذ ابن الجزري كل ما في هذه الكتب السبعة والثلاثين من الطرق والأوجه؟ طبعا يعني بعد التتبع والاستقراء وجدنا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لم يأخذ كل ما في هذه الكتب السبعة والثلاثين، لم يأخذ منها كل ما فيها من الطرق والأسانيد والأوجه، بل كان يختار منها وينتقي منها أصح الطرق، كما قال في النشر لم نذكر فيها إلا أصح الطرق، فابن الجزري كان إماما محققا، يعني لم يكن مجرد ناقلا ينقل كل ما في الكتب، وإنما كان محققا وكان محررا رحمه الله تعالى، فكان ينتقي من هذه الكتب أصح ما فيها من الطرق والأسانيد، لذلك نجده كثيرا يحكم على ما في هذه الكتب من الطرق والأسانيد والأوجه بالضعف والشذوذ، وينسب أصحابها أحيانا إلى الوهم، فهو كان محققا ما كان مجرد ناقلا، فلذلك لم يأخذ كل ما في هذه الكتب من الطرق والأسانيد، وإنما كان ينتقي منها أصح الطرق وأصح الأسانيد، وكذلك في الأوجه لم يأخذ كل ما فيها من أوجه الخلاف، وإنما أيضا كان ينتقي منها يعني ما يراه هو الأصح، وترك كثيرا من الصحيح، لذلك لما سئل في كتابه المسألة التبريزية يعني عن بعض الأشياء التي تركها من الكتب، قال أنا ما التزمت بكل ما في هذه الكتب من الصحيح، بل تركت فيها كثيرا من الصحيح، ولكن أخذت أصح ما فيها. طيب الفائدة الرابعة، هل أسند ابن الجزري طرقا لكل الرواة من كل هذه الكتب؟ يعني هل أخذ طرقا لكل راو من كل هذه الكتب؟
طبعا مر معنا أن هذه الكتب بعضها أخذ منها طريقا واحدا، بعضها أخذ منها 3 طرق أو 6 طرق، بعضها أخذ منها يعني 100 طريق أو 134 طريقا كما في كتاب الكامل. فالطرق متفاوتة التي أخذها من هذه الكتب، فهو كان ينتقي وكان يختار بعض الطرق لبعض الرواة، فلم يأخذ طرقا لكل الرواه من كل هذه الكتب. طيب، الفائدة الخامسة، هل أخذ ابن الجزري طرقا أو أوجها من غير هذه الكتب؟ يعني قلنا إن هذه الكتب 37 هي أصول النشر، وهي التي اعتمد عليها ابن الجزري في باب الأسانيد وأخذ منها الطرق، فهل أخذ طرقا من غيرها أو أخذ أوجها من غيرها؟ أقول والله أعلم، لم يأخذ طرقا إلا من هذه الكتب فقط، لم يأخذ طرقا أو أسانيد إلا من هذه الكتب فقط، لكن هناك بعض الطرق لم نجدها في هذه الكتب، يعني هناك بعض الطرق التي ذكرها لم نجدها في هذه الكتب. فيقول يعني العلماء بأن هذه الطرق أدائية، بمعنى أنه قرأ بها وأدى بها على شيوخه، ولكن هذه الطرق ليست في هذه الكتب التي بين أيدينا. وطبعا ابن الجزري حينما ذكر هذه الطرق لم ينسبها إلى الكتب، يعني مثلا يقول ومن طريق ابن مهران، ولم يصرح بأنه من كتابه الغاية، يقول من طريق أبي الكرم ولا يقول من المصباح. إذن هذا طريق أدائي منه، من ابن الجزري إلى أبي الكرم رحمه الله تعالى، وليس مذكورا في كتابه. فطبعا الأولى أن نقول يعني طرق غير المقيدة بالكتب، ولا نقول يعني أنها طرق أدائية، لأن هذا يوهم أن غيرها ليس أدائيا. طبعا هذا غير صحيح، لأنه لم يعتمد إلا على الأسانيد التي قرأ بها والتي أدى بها في باب الأسانيد، فكلها طرق أدائية، ولكن الطرق التي لا نجدها في الكتب نقول هي طرق غير مقيدة بالكتب. طيب، يعني الآن تكلمنا عن هذه الكتب 37 والتي هي أصول النشر، وتكلمنا عنها لأن إذا أردنا أن نعرف كيف تفرعت هذه الطرق وكيف تشعبت هذه الطرق 80 حتى وصلت إلى قرابة 1000 طريق، فلا بد أن نعرف هذه الكتب، لأن هذه الطرق تفرعت وتشعبت من عند أصحاب الكتب. يعني السبب في أن تصل هذه الطرق إلى قرابة 1000 طريق هي كثرة هذه الكتب وتشعب هذه الطرق داخل هذه الكتب نفسها. لذلك الآن سنأخذ مثالا عمليا على طريق أبي نشيط لكي نعرف من خلاله كيف تفرعت وكيف تشعبت هذه الطرق من داخل الكتب حتى وصلت إلى هذا العدد الكبير. فقالون كما قلنا قبل ذلك له طريقان رئيسان، أبو نشيط والحلواني، وأبو نشيط له طريقان رئيسان وهما ابن بويان والقزاز، والحلواني له ابن أبي مهران وجعفر ابن محمد. فإذا نقول لقالون 4 طرق رئيسة، 4 طرق رئيسة، وهي طريق ابن بويان والقزاز وابن أبي مهران وجعفر ابن محمد. لكن لم يكتفي ابن الجزري بهذه الطرق 4 الرئيسة عن كل راوي، وإنما أخذ طرقا أخرى فرعية عن هذه الطرق الرئيسة كما سنعرف الآن. طيب الآن طريق ابن بويان، قلنا هو الطريق الأول من الطرق 4 الرئيسة عن قانون ابن بويان. هذا أخذ له ابن الجزري 7 طرق أخرى، أخذ له 7 طرق أخرى، وهي طريق إبراهيم بن عمر وابن الحباب وابن العلاف وابن مهران والشذائي والطبري والفرضي. هذه 7 طرق عن ابن بويان. هذه الطرق 7 يتفرع عنها 23 طريقا، 23 طريقا، وذلك من خلال هذه الكتب التي أخذ منها هذه الطرق. طيب، طريق إبراهيم بن عمر من أين أخذه؟
أخذه من الشاطبية والتيسير، طريق ابن الحباب أخذه من الهداية والكافي، طريق ابن العلاف أخذه من المستنير، طريق ابن مهران أخذه من الغاية له وكذلك من الكامل، طريق الشذائي أخذه من الكامل وتلخيص الطبري والمبهج وطريق أبي الكرم. يعني إذن هذا طريق واحد وأخذه من أربعة كتب. طريق الطبري أخذه من المستنير. طيب طريق الفرضي، يعني الفرضي هذا هو طريق من الطرق السبعة عن ابن بيان، هو الطريق السابع عن ابن بيان، ومع ذلك أخذ ابن الجزر عن الفرضي سبعة طرق أخرى. يعني انظر إلى هذه، يعني إلى هذه التفريعات. ابن بيان طريق فرعي أخذ عنه سبعة طرق. من طرق ابن بيان الفرعية طريق الفرضي، أخذ عن الفرضي أيضا سبعة طرق أخرى يتفرع عنها 11 طريقا. طيب طرق الفرضي السبعة هي طريق الخياط وغلام الهرواز، أبو بكر الخياط وأبو الحسن الخياط والعطار والطريثيثي والمالكي والفارسي. تتفرع هذه الطرق السبعة حتى تصل إلى 11 طريقا من خلال الكتب. فعندنا طريق الخياط من ثلاثة كتب، كفاية الست وغاية الاختصار والمصباح، غلام الهرواز من كتاب كفاية العز، طريق أبي الحسن الخياط من كتاب الجامع له والمستنير، طريق العطار من المستنير، طريق الطريثيثي من تلخيص الطبري، طريق المالكي من الروضة له ومن الكافي، طريق الفارسي من التجريد. إذن ابن بيان الذي كنا نقول عنه هو طريق واحد طريق فرعي، الآن ابن بيان له 23 طريقا. ابن بيان فقط هذا الطريق الفرعي له 23 طريقا. كيف وصل هذا الطريق إلى هذه الطرق؟ لأن ابن الجزري أخذ عنه طرقا فرعية أخرى، ثم تفرعت هذه الطرق وتشعبت من عند أصحاب الكتب حتى وصلت إلى هذا العدد. طيب طريق القزاز وهو الطريق الثاني عن أبي نشيط. القزاز له طريقان رئيسة، يعني هو أولا في الطرق الثمانين لم يكن له طرق أخرى، إنما هو طريق فرعي. الآن القزاز أصبح طريقا رئيسا وله طريقان آخران، وهما صالح بن إدريس والدارقطني. صالح بن إدريس أيضا الذي هو طريق فرعي عن القزاز أخذ له ابن الجزري ثمانية طرق، وهي طريق ابن غصن، طريق ابن غلبون، ابن سفيان، مكي، ابن أبي الربيع، ابن نفيس، الطلمنكي، ابن هاشم. هذه ثمانية طرق عن صالح ابن إدريس. طبعا كل طريق له كتب معينة، فأخذ طريق ابن غصن من قراءة الشاطبي على النفزي، أخذ طريق ابن غلبون من كتاب التذكرة له. يعني لو رجعنا إلى هذه الكتب التي نذكرها سنجد فيها هذه الطرق. فابن الجزري حينما اعتمد على هذه الكتب في أصول النشر في باب الأسانيد أخذ منها هذه الطرق. طريق ابن سفيان من كتاب الهادي له وتلخيص العبارات والهداية، طريق مكي من كتاب التبصرة، طريق ابن أبي الربيع من كتاب الإعلان، طريق ابن نفيس من كتاب التجريد، طريق الطلمنكي من كتاب الروضة له، طريق ابن هاشم من كتاب الكامل. الدارقطني له طريق واحد. إذن القزاز وهو طريق فرعي أصبح الآن له 11 طريقا، ومن هنا نعرف ونعلم كيف تفرعت هذه الطرق وكيف تشعبت حتى وصلت إلى هذا العدد. الآن نتكلم عن الطرق، هذه الطرق جملة، يعني هذه الطرق التي هي قرابة الألف طريق، وسنعلم إن شاء الله أنها 982 طريقا. هذه الطرق موزعة على القراء العشرة، وأنا يعني ذكرت يعني كل قارئ بعدد الطرق التي أخذها ابن الجزري له مع راويه ومع الطرق الأربعة الرئيسة لكل راو من هؤلاء الرواة. إذن هذه الطرق موزعة على القراء العشرة على النحو التالي: نافع كم له من الطرق من هذه الطرق 982؟ نافع له 144 طريقا. توزع هذه الطرق على قالون وورش، فكل قالون
83 طريقا. توزع هذه الطرق لقالون على طريقيه أبي نشيط والحلواني، فيكون لأبي نشيط 34 طريقا وللحلواني 49 طريقا، ورش له 61 طريقا توزع على الأزرق والأصبهاني، يعني على الطريقين الرئيسين له. فالأزرق له 35 طريقا والأصبهاني 26 طريقا، وهكذا بقية الرواة. ابن كثير 73 طريقا، البزي له 41 طريقا، قنبل 32 طريقا، أبو ربيعة عن البزي 35 طريقا، ابن الحباب 6 طرق، ابن مجاهد عن قنبل له 18 طريقا، ابن شنبوذ له 14 طريقا، أبو عمرو البصري له 154 طريقا، الدوري 126 طريقا توزع على طريقيه، لأبي الزعراء 82 طريقا، ولابن فرح 44 طريقا. السوسي له 28 طريقا توزع على طريقيه، لابن جرير 23 طريقا، ولابن جمهور 5 طرق. ابن عامر له 130 طريقا. هشام له 51 توزع على طريقيه، فللحلواني 28 طريقا، وللداجوني 23 طريقا، ابن ذكوان 79 طريق، الأخفش 57 طريقا، الصوري 22 طريقا، عاصم له 128 طريقا، شعبة له من هذه الطرق له 76 طريقا توزع على يحيى بن آدم له 58 طريقا، ويحيى العليمي 18 طريقا، حفص له 52 طريقا. طبعا الإمام الإزميري وتابعه على ذلك كثير من المتأخرين أخذ طريقا لحفص من روضة المعدل، فالطرق عنده 53 طريقا، وهذا طبعا يعني منهج غير سليم، لأننا لا ينبغي أبدا أن نأخذ طرقا لم يأخذها ابن الجزري. يعني ابن الجزري أخذ من هذه الكتب، أخذ منها طرقا وترك منها طرقا كثيرة، فما تركه لا يصح لنا أن نأخذه. فهذا الطريق يعني هو في حكم المنقطع، منقطع أداء إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى، فبالتالي يعني ما كان ينبغي أبدا أن نأخذ طريقا تركه ابن الجزري. طيب، حفص له 52 طريقا، عبيد بن الصباح له 24 طريقا، وعمر بن الصباح له 28 طريقا. الإمام حمزة رحمه الله له 121 طريقا، خلف عن حمزة له 53 طريقا توزع على طرقه الأربعة. طبعا قلنا أن خلف ليس له طريقان رئيسان، وإنما هي أربعة طرق عن خلف مباشرة، وهي ابن عثمان له 10 طرق، ابن مقسم له 37 طريقا، ابن صالح له طريقان، المطوعي له 4 طرق، خلاد له طريق رئيسي واحد وعنه أربعة، أو عفوا خلاد له 4 طرق مباشرة، لكن خلف كان عن إدريس عنه. خلاد له 68 طريقا توزع على طرقه الأربعة، كذلك الكسائي له 64 طريقا توزع على يعني راويه وعلى طرقه الأربعة الرئيسة. أبو جعفر له 52 طريقا توزع على ابن وردان له 40 طريقا، وابن جماز له 12 طريقا. يعقوب له 85 طريقا توزع على راويه، فلرويس 41 طريقا، وروح له 44 طريقا. أخيرا خلف العاشر أو خلف البزار في اختياره له 31 طريقا، لإسحاق منها 22، ولإدريس 9 طرق. هذه الطرق لو حسبناها وعددناها سنجد أنها ستكون 982 طريقا، 982 طريقا.
هي الطرق التي ذكرها وحققها وفصلها وبينها وسماها ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر. وإن كان هو قال فجملة ما استقرت عليه الطرق نحو 980 طريقا، فيعني لا يضر أبدا أن تزيد على ذلك طريقان، لأن يعني من المعروف والمشهور في لغة العرب ترك الكسور، فهو يعني ترك هذين الطريقين اختصارا، وإنما هي على التحقيق على عد الإمام ابن الجزري وعلى الطرق التي اعتمدها في النشر هي 982 طريقا. بعض العلماء يعني زاد طرقا على الإمام ابن الجزري حتى أوصلها إلى يعني 1024 طريقا كما فعل الدكتور أيمن سويد في تحقيقه للنشر، ولكن يعني هذا منهج يعني غير دقيق. يعني كيف نأخذ طرقا تركها ابن الجزري؟ هو لم يعتمد إلا هذه الطرق ولم يأخذ إلا هذه الطرق، فلماذا نلزمه بما تركه؟ هذه الطرق هو تركها، فكيف نلزمه بها وكيف نأخذ بها ونقول أنها من طريق الطيبة ومن طريق ابن الجزري؟ هذا يعني أمر يعني فيه تعد على الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فينبغي علينا أن نلتزم بهذه الطرق التي ذكرها ابن الجزري والتزم بها في كتاب النشر ولا نزيد عليه طرقا أخرى. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بيان وشرح كيف تتفرع هذه الطرق وكيف تتشعب هذه الطرق 80 وتصل إلى قرابة 1000 طريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.